السلام عليكم خاوتي، نروحو نحكيو شويه على لا برونكيوليت عند الرضيع ولا عند البيبي. سما التهاب القصيبات ماشي القصبات الهوائيه عند البيبي. الحاجه الاولى لازم نعرفوا بلي هاد لا برونكيوليت تقيس لا بليبار تاع لي بيبي في الفتره ولا في الموسم تاع انتشار الفيروسات. هذه هي لا بيريود اللي رانا فيها، سما ديبي تاع اكتوبر حتى لا فان ديسمبر جانفي. اوكي، واش حيصرا البيبي هذا؟ واش حيدير؟ حيدخل له الفيروس هذا للجهاز التنفسي تاعو. لازم تعرف بلي هاد الحاجه تاعدي سي كونتاجيوس. سما كاين واحد كبير دخل للدار جاب معاه الفيروس، حمل الفيروس ولحقوا لوليدك. اوكي، باسكو البيبي ما راهوش كونتاكت ديريكت في الوسط الخارجي مع الفيروس. كاين واحد كبير دخلوا للدار وراح عند وليدك، دوك رد بالك. الفيروس هذا لما يدخل الجهاز التنفسي حيتوغل داخل المجاري التنفسيه ويلحق القصيبات الهوائيه. اسم المجاري التنفسيه رقيقه كاع، ويلحق للحويصلات التنفسيه لي زالفيول وين يصراو المبادلات الغازيه. تما حيدخل داخل الخلايا ويتكاثر فيهم، والخلايا هذيك تبدا تموت. دوك واش حيصرا؟ لي زالفيول والقصيبات الهوائيه والحويصلات التنفسيه يتعمروا بالسوائل، يتعمروا بالكلير وبالخلايا الميته. دوك واش هاد الحاجه واش حدير؟ حدير ديكلاغ وحتغم البيبي تاعنا. واش حيصرا؟ واش هما الاعراض اللي حيبانوا على ولدنا؟ ولدنا يولي فابل بزاف، تطلع له الحمه، تروح له لابيتي، واللي ما يقدرش ياكل، تبدا عنده السعله، والحاجه المهمه اللي تولي عنده انه ما يقدرش يريسبيري، خصوصا الزفير تاعو. سما كي خرج الهواء تاعو اللي كاين داخل الرئتين تبدا تحس تخرخيش والتصفار. تسمى هذاك الهواء كيخرجوا يبدا يصفر. هادو من اهم العلامات اللي حيقولوا بلي وليدك عنده اون برونكيوليت ولا انفلاماسيون. اللي سبب تاعها حيكون فيروس. قلنا لا برونكيوليت هنا السبب حيكون فيروس وماهوش بكتيريا، سي با اون انفيكسيو باكتيريان. دونك لي زونتيبيوتيك اللي مامو اللي يحبوا يمدوا المضادات الحيويه لوليدها في هذه الحاله ماش يفيد كاع ان انتيبيوتيك ولا مضاد حيوي في هذه الحاله، بيسك سي ان فيروس. دونك لازم حاجه نطلعوا له بها ليمونيتي. صح، لازم غير تشوف هاد لي سيمبتوم عند وليدك، سيرتو اذا كان عنده مالادي ريسبيراتوار ولا عنده ديابات ولا مالادي كارديوفاسكولار. مباشره لي زيرجونس وما تقدرش كاع تسنى. وليدك تشوف برك بانوا عليه هاد لي سيمبتوم، عندك بيبي في الظهر بانوا عليه هاد لي سيمبتوم، ما تسيش وحدك تروح لافارماسي تبدلو تراتمون وحدك دي زونتيبيوتيك ولا سي تنحيلو لي كلاف. نو، دو بريفيرونس تشوف ان سبيسياليست بيدياتر ولا تحطو لي زيرجونس، هو تما حتلقى بيدياتر اللي حيقول لك شنو هو البروتوكول ايديال ويمدلك لو تراتمون ايديال لوليدك باش تنحيلو لي كلاف هادوك رابيدمون وما يتخنقلكش. اوكي، سما هو اللي حاطيك لو تراتمون ايديال باش تسولاجي وليدك رابيدمون وتهنيه من لابونكيوليت في مده قصيره، خير ما تخليه عندك في الدار نتايا وتقعد غير تسيلو في لي تراتمون في لي تيزان ولا تقعد تمدو في دي زونتيبيوتيك. كاين يعني دي مامو يحبوا يمدو دي زونتيبيوتيك غير يشوفوا وليدها طلعت له الحمى ولا عنده سعله. دوك هاد الحاجه سي ديكونسي في هاد الحاله، بيسك قد ما تطول قد ما حتزيد كومبليكسي الحاله تاع وليدك. بالشفا ان شاء الله.